لطيفة بوشوا رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء. بالنسبة للفيدرالية العمل اللي تتقوم به داخل قمة المناخ كوب 22 بمراكش في جانبين، جانب داخل الفضاء الأزرق مع منظمات المجتمع المدني سواء المغربية أو المتوسطية أو الأجنبية أو الأفريقية، ونفس العمل تقريبا بداخل الفضاء الأزرق. فيدرالية رابطة حقوق النساء انضمت نشاط مهم يوم 8 نوفمبر بالفضاء الأزرق حول العدالة المناخية والنوع الاجتماعي، ونشاط دولي انضمته بتنسيق مع مؤسسة جان جوريس الفرنسية، وتناول عدد من القضايا التي تهم النساء والبيئة، خصوصا ما يتعلق بمسألة الماء وتأثيرات التغيرات المناخية على وضعية النساء. قامت أيضا بالمناسبة بأنشطة موازية على مستوى الدواوير المحيطة بمدينة مراكش وتحديدا في إقليم تيشاوا، حيث قامت بتحسيس الساكنة والنساء أساسا بمحور العلاقة بين الماء وتوفير الماء وباقي انتهاكات التي تتعرض لها النساء من جراء التغيرات المناخية، وأتاحت الفرصة أيضا للنساء من أجل إسماع صوتهن واستماع لمطالبهن فيما يتعلق بتوفير المياه وبالجفاف وبعدد من القضايا التي تهم البيئة. داخل الفضاء الأزرق أيضا قامت نظمنا هذا المعرض الذي تريناه الآن، وهو مناسبة لتلاقي للتعريف بالفيدرالية وبعملها سواء في موضوع البيئة أو في قضايا أخرى، وأيضا للتعارف على منظمات وجمعيات من مختلف مناطق العالم، حيث زارت هذا المعرض العديد من الناشطات والناشطين في مجال العدالة المناخية وفي مجالات أخرى ذات صلة. الأساسي اللي بغينا نوصله كرسالة داخل هذا المؤتمر سواء من خلال الأنشطة داخل الفضائين أو الأنشطة الموازية مع الساكنة، هو أنه على العالم أن يدمج مقاربة النوع الاجتماعي وحقوق النساء في كافة السياسات والبرامج المتعلقة بالعدالة المناخية. لا يمكن للعالم ولا يمكن أن تكون عدالة مناخية دون الاعتراف بأن التغيرات المناخية لها تأثير أكبر على وضعية النساء، ودون أيضا اقتراح بدائل وحلول من أجل انتشال النساء من هاد العواقب الوخيمة ديال التغيرات المناخية. نريد أن نقول أيضا أنه أهم حدث كفيدرالية رابطة حقوق النساء وأيضا كمؤسسة أورو متوسطية للنساء قمنا به في بمناسبة القمة، هو إنشاء التحالف الإفريقي المتوسطي للنساء من أجل العدالة المناخية، وهو حدث سيتيح لنا كجمعية وكجمعيات ملتحقة بهذا التحالف أن نعمل بشكل مشترك من أجل التخفيف من عواقب التغيرات المناخية على النساء الأفريقيات، والتعاون ما بين الأفريقيات والمتوسطيات في اقتراح الحلول وإيجاد المشاريع والوصول إلى المعلومة فيما يتعلق بموضوع البيئة، وأيضا الوصول إلى مصادر التمويل، لأنه يجب أن تكون إلى جانب العدالة البيئية عدالة على مستوى توزيع التمويلات على الجمعيات، ولا أن تستحوذ الدول سواء الدول الأوروبية أو الدول الإفريقية بما فيها المغرب بالميزانيات المخصصة لهذا للمشاريع التي تهم النساء فيما يتعلق بالعدالة المناخية والنوع الاجتماعي.